ما هي الأيام البيض وفي أي يوم من الشهر تبدا وما هو فضلها جزاكم الله خيرا. الأيام البيض ثلاثة أيام من الشهر، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، سميت أيام البيض لبياض لياليها بالقمر، لأن القمر في هذه الليالي يكون موجودا من أول الليل إلى آخره، فهو مبيض بالقمر، فإذا سميت أيام البيض أي أيام الليالي البيض، وصومها مستحب وفيه أجر عظيم، وما صامها فكأنما صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وفاليوم الواحد بعشرة أيام، ثلاثة أيام عن ثلاثين يوم، وهذا هو الشهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.